السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدع السخان جديد. لو عندك هاتف اندرويد وفي سلوت للميموري كارد، هديك اوبشن حلو جدا تقدر تعمل انستول لاي ابلكيشن دايركت على الميموري كارد. تعالى اقول لك ازاي. يلا بينا. اول حاجه لازم تفعل خيارات المطور او الديفلوبر اوبشنز. عشان تعمل كده هتروح على سيتنجز، تنزل تحت على اباوت فون، وبعدها تروح على السوفت وير انفورميشن، بعد كده تنزل على رقم الاصدار او البيلد نمبر، تفضل تضغط كده كذا مره بسرعه لحد ما يطلع لك رساله تم تفعيل خيارات المطور او الديفلوبر اوبشن. بعد كده ترجع للاعدادات وانزل تحت خالص، هتلاقي اعدادات المطور او الديفلوبر اوبشن ظهرت عندك، اضغط عليها. وبعد كده افضل انزل 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 لحد ما هتلاقي خيار اسمه السماح بادراج التطبيقات في وحده تخزين خارجيه او allow applications on external. فعل الاوبشن ده وبعدها تقدر تعمل انستول دايركت لاي ابلكيشن عندك على الميموري كارد مباشره. بس كده، ونراك في حلقتين قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.